مرحب مرحب يا أم الزين. مالك يا خيتي داخلة مدبوزك شبرينك ده ليه؟ بقول لك إيه يا بنت عمي، أنا لا عايز أقعد ولا أتضايف، أنا النهاردة جاية أخطب عبير بيتك للزين ولدي. ها موافقة ولا لا؟ يوه مالك يا وليع، أنت اتجنيتي ولي؟ هو مش الزين ده متجوز وعنده من العيال ثلاثة؟ لا قصدك عنده من البنت ثلاثة، خايب الأمل، هو الناس بتقول عليه أبو البنات راح أبو البنات جه، عشان كده أنا جاية أخطب له عبير بنتك. أنا عارفة أنها متطلقة وعنديها من الصبيان أربعة حملتهم لأبوهم وجد عنديكي، وطبعا أكيد ما هترفضش إنها تتجوز الزين ولدي، زينة شباب البلد كلاتها. هو الله يا أم الزين ما عارفة أقول لك إيه. هو لا تقولي ولا تعيدي، خشي بسرعة ناديلي بنتك وخليها هي بروحها اللي تقولي رأيها. بتخرج عبير اللي كانت جميلة قوي واخدة بالها من نفسها وبتبص لخالتها. موافقة يا خالة، هو فيه بردك واحدة في البلد تستجرى انها ترفض الزين؟ بقول لك ايه يا خالتي، انا عارفة انت قصدك ايه، انت قصدك ان ولدك يخلف ولد يسند ويبقى عزوته، وانا اللي هعمل لك كده. انا موافقة، بس اهم حاجة قوليلي هي لبنى مرته المصراوية عارفة انت جاية ليه؟ هي يعني موافقة ان جوزها يتجوز؟ لا يا عبير، المصراوية ما تعرفش حاجة، المصراوية حرق دمي طلت النهار ولفاه وحطاه تحت بطها، عشان كده انا قلت ما فيش واحدة هتلف ولدي وتوقعه في حبها الا انتي، عارفاكي عايقة وقادرة وتقدري تعمليها. اكده يا خالتي خلاص، سيبيلي اني الموضوع ده وسيبيني اني اسوي الطبخة على نار هادية. ومن هنا بتبدأ الحكاية، حكاية جديدة بقلم المبدعة ريهام بدوي. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بيت كبير قوي في صعيد مصر من زمان، من حوالي أكتر من 20 سنة، قاعد زين خيرة شباب البلد جنب أمه اللي كانت ضاربة بوز، الست حميدة أم الزين، وهو بيقول إيه يما مالك ضاربة بوزك ده ليه ووشك مش كيف بتاع يوم التلات؟ أنت بتهزر يا ولا وليه، ما أنت عارف أنا ضاربة بوز ليه، وعارف كمان أنا شايلة الهم ليه، ما هو كله بسببك أنت، أنت اللي مشايلني الهم، أنت وخلفة الندامة التلات بنت اللي جوا. اسمع بقى يا زين، أنت لا هتكون ولدي ولا عارفك، وقلبي هيكون غضبان عليك ليوم الدين لو ما سمعتش كلامي واتجوزت على مقصوفة الرقبة المصروية اللي مرمية جوا دي. أنت بتقولي إيه بس يما، أنت عايزاني أتجوز على لبنى بعد 15 سنة عشرة والست شايلاكي وشايلاني، دي العيبة ما بتطلعش منيها. بقول لك ايه يا ولا، سيبك من كل الكلام ده، داني شفت لك حتة عروسة يا زين، انما ايه زي القمر بلسمك ده، جميلة وحلوة وحسب ونسب، وكمان عيلتهم كلاتها بخلف ولاد، يعني من الاخر وبإذن اول بطنة هتجيبها لك هتكون واد، وتكر بقى واد واتنين وتلاتة، وتفرحني يا نعين امك. انت بتهزري يا ام الزين ولي؟ اكيد بتهزري، بقى عايزاني انا اتجوز عشان اخلف واد؟ لعلمك بقى يما، الطب قال كلمته في الموضوع ده وقال ان كانت الخلفة واد ولا بنت فبترجع للراجل. قطع لسان الطب ده وقطع لسان الدكاترة البهايم الحمير اللي ما يفهموش حاجة، احنا طول عمرينا عارفين ان النسوان هي اللي بتبقى وششوم، وفيه مرك ده بيكون بطنها وششوم ما تشيلش غير بنات، وفيه اللي تجيب التنين، هو فيه اللي تجيب الصبيان وبس، عشان كده يا ولدي انت اللي رحت مصر واخترت الست لبنى المصراوية وقلت لي هتجوزها، انماني اللي مختارة لك المرة دي واحدة بطنها ما بتشيلش غير ولاد. انما يا ولدي خلفة البنات دي ملهاش لازمة، البت تتعلم وتتجهز وتتجوز، هو تكبر وتروح بيت جوزها تتستت فيه، ما تجيش تشوفك غير مرة ولا مرتين كل شهر،
قال إيه يا ولدي، خلفة البنات ملهاش غير بيت جوزها، يعني أنت بالنسبة لك ده لا اتجوزت ولا خلفت. تاني يا مايا يا مايا قلتلك لا، تاني إيه دي 10 مرة أقولك فيها أنا راضي بهدية ربنا ليا، وعارف ومتأكد إني هربي بناتي وجوزهم وأدخل بيهم الجنة. وبعدين أنا بحب لبنى، ولبنى كمان بتحبني وتحترمني، دي ملهاش حد في الدنيا غيري أنا وخالها اللي جوزها لي، يبقى عايزاني أغدر بيها واتجوز عليها بعد العمر ده كله؟ لا يما، أنا راضي ومبسوط كمان، وإن كان ربنا رايد إن لبنى تجيب الواد هتجيبه، وإن كان ربنا ما رايدش يبقى أنا راضي بكل حاجة. سكتت الحاجة حميدة أم الزين علشان سمعت صوت لبنى وهي بدأت تحط الغدا، وبتبص لجوزها وتقول حمد لله على السلامة يا حبيبي، هو أنت هنا من بدري ولا إيه؟ أصلا أنا طلعت عشان أخلص مع البنات مذاكرة، لكن الغدا جاهز ثواني وهحطه. معلش بقى يا حماتي اتأخرت عليك النهاردة في الغدا. حما تشيلك قول يا أمين، اتأخرت كتير قوي يا مرات ابني، مش في الغدا وبس، اتأخرت انك تفرحيني وتفرحي جوزك كمان. اتصدقي بالله انا الصراحة شفت ناس كتير وقليل، انما في بجاحتك يا مرات ابني ما شفتش. البت عاملة كيف الحية وقليه بتلفيني انا ولدي بالكلام الحلو. ليه بس يا حماتي بتقولي كده؟ هو انا عملت ايه ولا قلت ايه؟ ولعلمك بقى انا عارفة انت كنت بتكلمي زين في ايه، بتكلمي لي المرة 20 في موضوع الجواز. يا حماتي يا حماتي الدنيا تقدمت وتغيرت، وزي ما قالك الطب قال كلمته، وموضوع ولد ولا بنت بتبقى راجعة للراجل. يعني لعلمك بقى أنا اللي مفروض أتطلق من ابنك وأتجوز عشان أجيب الولد، لكن أنا بحبه يا أختي وحاطة جزمته فوق دماغي كمان. بس يا بنت قطع لسانك، قال تطلقي عشان تجيب الواد، قال ومين مجنون هيتجوز واحدة زيك خارج بيوت ومعاها 3 ولاية؟ أما إنك قليلة الحياة هي مصر هتربي ولا هتعلم، أنا لازما أجوز واحدة من هنه من البلد مكسورة الجناح وما ترفعش عينها في حد واصل. طب بقولك إيه يا حبيبتي، افرضي يعني إن زين وافق على كلامك واتجوز وجاب برضو بنت، والعروسة الجديدة سنة ورا سنة جابت له بنت واتنين وتلاتة، هتعملي ايه يا حماتي؟ هتطلقيها برضو وتروحي تجوزيه التالتة؟ اه يا اختي تبقى بومة زيكي وبطنها بطن الشوم، انما انتي معيوبة وتبقى هي كمان معيوبة، وساعتها ادور له اني بروحي على واحدة تالتة ورابعة وعاشرة واطلقكم وارميكم رمية الكلاب برا الدار. يا حماتي حرام عليكي، دي البنات دول هم زينة البيت، شوف انت كده لما تكبري وتعجزي مين هيخدمك غير بناتي؟ شوفي انا وزين كمان لما نكبر ونتعب مين هيخدمنا غير بناتنا؟ يا حماتي حرام عليكي، اتقي ربنا فينا، دي البنات دول هم فرحة الدنيا. لا يا اختي ده كلام تلفزيونات، كلام ملوش عازة، كلام مزوج على الفاضي. قعدوا على الغدا كلهم، وزين كان بحاول يهزر مع لبنى وحسسها ان كلام امه كله هزار وما فيش فيه اي حاجة جد. زين كان بحب لبنى جدا وبيحترمها وبيعاملها معاملة كويسة جدا بما يرضي الله. بعد الغدا لبست الحاجة حميدة ام زين هدومها وخدت بعضها وخرجت وهي مخنوقة مش عارفة تروح فين، لكن هي مقررة انها لازم تجوز زين وفي اقرب وقت. الست حميدة كانت ماشية في الشارع وهي عمالة تبص على بيوت الجيران وتفكر مين من الجيران اللي عنده بنت ممكن انها تخطبها لزين ابنها، وعينها وقعت على بيت الست ام فاروق جارتها. هي مرحب يا مرحب، مرحب يا ام الزين، هو الله يا ولية بقالك كتير غايبة، داني بقالي اكتر من سنة ما شفتكيش عاد. ازيك يا ام فاروق يا خيتي؟ هو الله يا خيتي وحشاني، وبقول لك ايه يا اختي، هو انت ما كانش عندك بنت حلوه كده وعروسه وزينه من زمان ياما ما شفتهاش؟ اوعي تقولي انها اتجوزت. لا يا ام الزين لسه ما اتجوزتش، هي بس في المدرسه زماناتها جايه.
مدرسة، مدرسة ايه وهباب ايه؟ هي البت ليها غير بيت جوزها. بقول لك ايه، هي بنتك عنديها كم سنة دلوقتي عاد؟ بنتي يا أمو زين عنديها 14 سنة، لكن ايه فلقت قمر الله أكبر. عارفة عارفة يا أم فاروق، مهاني كنت بشوفها وهي بتلعب في الشارع مع البنتة زمان. بقول لك ايه، أنا النهاردة جاية أطلب يدها للزين ولدي خيرة شباب البلد. واه يا مري، انت بتقولي ايه يا أمو زين؟ بقى بنتي اللي عنديها 14 سنة ولساتها في المدرسة تتجوز زين ولدك المتجوز وعنده 3 بنات؟ لا، وبعدين الست لبنى المصراوية مرت ولدك زينت الستات، وعمرنا ما سمعنا منيها العيبة. ليه بقى عايزة تجوزيه؟ ها انت بتقولي ايه يا ام فاروق؟ هو 3 بنات يعتبروا خلفة؟ ما انت عارفة بطنها وش الشوم علينا. انا عايزة اجوزه لبنتك عشان تجيب لي الواد، وانت عارفة ولدي ملوه دومه وجيبه مليان ويقدر يفتح بدل البيت 2 و10. عشان كده انا قلت زيتنا في دقيقنا وجوزوا الحلوة بنتك. هلا يا ام الزين سامحيني يا خيتي، الدنيا تقدمت وتنورت، ليه اني اجوز بنتي اللي لسه اول بختها لواحد متجوز ومخلف واكبر منيها يجي ب20 سنة؟ أنا بنتي هتتعلم وممكن كمان تدخل الجامعة. جامعة؟ جامعة ايه يا ولية؟ انت اتجنيتي ولي؟ بقى عايزة تبعتي بنتك في وسط البنات اللي مش بتستحي والشباب والرجالة الجامعة مصر، وتبقى كيف مرت ولدي اللي تقولك بقى ومش بقى، وتقولك ايه حط ابيض واحمر والبس بنطلون، تبقي اتجنيتي. البت ملهاش غير بيت جوزها وخلفة الصبيان. اسمعي كلامي يا أم العروسة، خلينا نحط زيتنا في دقيقنا ونجوز البت للواد ونفرح بيهم. هلا يا أم الزين شرفتيني عاد، وطلبك يا خيتي مرفوض. ربنا يسعد بتي وربنا يسعد ولدك. اكده طيب يا أم العروسة، خليها تقعد جارك وتجنبز في حضنك، خليها طبور هو بقي تفي على قبري لو لقيتي عريس كيف الزين ولدي. فوتك بعافية. خرجت أم زين وهي متضايقة قوي ومتعصبة وكأن الدنيا بتجري بيها، لكن ضربت في دماغها فكرة بنت جنية كان لها بنت عم ما شافتهاش من زمان قوي، عندها بنت مطلقة ومخلفة من الولاد 3 رمتهم لابوهم وقالت أشوف حياتي، وفي بيت الست أم عبير، عبير دي العروسة، العروسة اللي جت في دماغ أم زين. راحت وقالت ها يا بنت يا عبير، موافقة انك تتجوزي ولدي وتسوي الطبخة زي ما قلتي على الهادي؟ بقول لك ايه يا بنت، الموضوع هيكون صعب حبتين، لكن انا عارفاكي قادرة وبتتدلعي وتتميعي، ومفيش راجل يقدر يقف قدامك. انا ولدي بحب الحلوين. بقول لك ايه، امرات ولبنى دي طول النهار ملخومه في البيت، شغل الدار ومذاكره البنات، اصلها بتقول هخلي بناتي دكاتره. عشان كده انا عايزاكي تدخلي لولدي من الحته دي تدلعي وتتميصي عليه لحد ما يقع في حبك وغرامك ويجيني برجليه، وقول لي يما ارحميني وجوزيني عبير بنت خالتي. خلاص يا خالتي سيبيلي انا الموضوع ده، وزي ما قلت لك انا اعرف ازاي اخلي زين يتحيل عليكي ويتشحتف كمان عشان يتجوزني. زغرتي يما زغرتي، وعرف الناس اني اخيرا هتجوز وربنا هيعوضني خير. بقول لك ايه يا خالتي، انا من النهارده هعمل حسابي كل يوم والتاني اروح ازورك واقعد معاكي واتغدى كمان، ويوم ورا يوم اخلي زين يتشد ليا. بقول لك ايه يا خالتي، ما عايزاكيش تبيني حاجه قدام لبنى مرات زين، عشان برضه ما تقولش يعني اني جايه اخطف جوزها منيها. زي ما قلت لك يا خالتي الشطاره اننا نسوي الطبخه على الهادي. والله شكلها دماغك كبيره وسم يا بنت اخوي. بقول لك ايه، اعتبري من النهارده كل اللي هتقوليه هيتنفذ، وانا مستنياكي بكره تتغدي معاي وتنفذي خطتك.
وبالفعل تاني يوم عبير لبست وتزوقت وراحت على بيت خالتها الحاجة حميدة أم زين. وطبعا أول ما لبنى شافتها: هي أهلا وسهلا، اتفضلي، أنا فاكراكي، بيتهيألي أني شفتك قبل كده، مش أنت برضو قريبة حماتي؟ كان اسمك اسم عبير يا حبيبتي، اسم الست عبير، ست الستات وست البنت في البلد كلاتها. إلا زيك ست لبنى، وحشاني قوي، بقالي سنين وسنين ما شفتكيش. حاكم انت يا اختي ما بتخرجيش برا الدار ولا رجلك بتخطي برا. اه فعلا، ما انت عارفة بقى البنات ومذاكرتهم وشغل البيت ما بيخلصش. بقولك ايه، حماتي نايمة، هدخل اصحهالك، بس اعملي حسابك مش هتمشي النهاردة غير لما تتغدي معانا. كلك زوج وكرم يا حبيبتي، بس ما تحلفيش، أنا أصلا جاية وعاملة حسابي هقضي اليوم كلاته معاكي. حاكم خالتي والزين ولدها وحشيني قوي، متوحشاهم بقالي كتير ما شفتهمش، وكمان عايزة أشوف بناتك، بقالي ياما ما شفتهمش ولا أعرف حتى أسميهم. حاضر يا حبيبتي، انت شرفتينا ونورتينا، ثواني هصحي حماتي واجيب لك البنات. عبير كانت بتبص في البيت حته حته وتشوف الذوق والتنظيف والنظافه والترتيب، وعبير كمان كانت واخده بالها قوي من لبنى وشياكتها وانها غير ستات الصعيد خالص. جم البنات وسلموا عليها، وصحيت الحاجه ام زين وغمزت لعبير علشان عارفه ان دي بداية تنفيذ الخطة. هيا مرحب يا مرحب يا عبير يا بنت أختي، نورت البيت. عارفة يا لبنى، هي مرات ولدي عبير دي متطلقة. هو إيه، قبل ما تتطلق كانت مخلفة له 3 صبيان وسابتهم ليه وقالت أشوف حياتي. أما ليه، بنت واعية ومصحصحة، فكرك دي لما تتجوز هتجيب بدل الواد 10. حاكم عندينا في البلد مثل قديم بيقول البطن الصبية تشيل من الولاد 100. ادعي لها ربنا يعوضها خير ويديها ابن الحلال اللي يعرف قيمتها. طبعا طبعا يا حماتي، دي عبير زي القمر، وبإذن الله ربنا هيعوضها خير. لكن قولي لي يا عبير، هو انتي ازاي يعني بتنامي من غير ما تطمني على ولادك؟ انا بيتهيألي لو عدت عليا يوم ما شفتش البنات هتجنن. لا يا حبيبتي، ما هم الولاد بيكلموني وبيجولي كل يوم جمعة وفي الأعياد، وبعدين يعني هيروحوا فين؟ بكرة يمر الزمن ويرجعوا ليا، يبقوا سندي وظهري، وانت عارفة الرجالة في بلدنا يحبوا خلفة الصبيان جد عينيهم، وأبوهم مش هيهملهم واصل، أبوهم هيحطهم في عينيه، واني برضك يوم ما اطلبهم هلاقيهم. وبيني وبينك أنا لسه صغيرة وزينة، وميت من يتمناني، وبكرة اتجوز وخلف بدل الوقت 100 كيف ما خالتي قالت لك. يا حبيبتي ربنا يعوضي خير بإذن الله، وربنا ينولك كل حاجة بتتمنيها. عن إذنك بقى، أحسن زين زمانه جاي والغدا على النار. أنت مش غريبة يا عبير؟ طبعا يا حبيبتي عارفة أني مش غريبة، ده بيت خالتي وواد خالتي. بقولك ايه، خش انت يا اختي شوفي الطبيخ واني هستنى هنا. وبعد شوية جه زين اللي اول ما شاف عبير سلم عليها وقعد معيها، وعبير طبعا بدأت في تنفيذ خطتها، ضحك وهزار مع زين، وحاجة كده ما بتحصلش ابدا في بلاد الصعايدة، الناس المحترمين اللي عارفين الواجب والاصول. وهو ده اللي لبنى كانت مستغربة، ازاي يعني ان طول عمر البنات في الصعيد بتختشي ومؤدبة وبتتكسف كمان، لكن عبير كانت حالة شاذة جدا. دي كانت كل القعدة بتقرب من زين وتهزر معاه، ولك انهم اتنين حبيبة وقاعدين لوحدهم تحت الشجر كمان. وبعد الغدا عبير بصت لزين وقالت: بقول لك ايه يا زين يا واد خالتي، الدنيا ظلمت والمغرب قدم، واني بصراحة اخاف امشي لحالي في الشارع، لحسن حد يعاكسني ولا كده. بقول لك ايه، ممكن تيجي توصلني؟ ها طبعا طبعا يا عبير، من غير ما تقولي، بس بعد اذنك هصلي العشاء وانزل لك على طول.
تعالي معايا يا لبنى بعد إذنك، ساعديني وطلعي لي غيار. حاضر طبعا يا حبيبي، ثواني. بعد إذنك يا عبير، هطلع فوق مع جوزي وينزل يوصلك. بعد إذنك. طلعت لبنى مع زين، وفضلت الحاجة حميدة وعبير، والحاجة حميدة كانت فرحانة قوي ومبسوطة. عارفة يا بنتي يا عبير، كان نفسي أقول لها إن أنت العروسة الجديدة، أنت اللي هتجيب الواد. كان نفسي أحرق دمها كيف ما هي حرقة دمي، لكن أنت بقى اللي عمالة تغمزيلي تغمزيلي عشان ما تكلمش ولا بين حاجة قدامها. لأ يا خالتي، ما ينفعش دلوقتي خالص، إحنا لازم اتبان الخطة ماشية زي ما أنا قلت لك. وبعدين ولدك بحبها وبيموت فيها وبخاف على زعلها كمان، وحست ولا عرفت اني جاي اخطف جوزها اكيد ما هتخلينيش ادخل الدار تاني واصل. عشان كده يا خالتي زي ما قلت لك، سيب الرز يستوي على نار هاديه وملكيش دعوه، استنيني كل يوم هاجي اقعد معاكي شويه، وصدقيني ما هيعديش اسبوع بحاله وهيكون زين طالب يدي للجواز. وبالفعل مرت الايام، وعبير كل يوم بتيجي عشان تكمل خطتها، كل يوم بتيجي وتتدلع قدام زين، وزين بيكلمها بكل أدب واحترام لدرجة كمان إنه ما بقاش يحب يقعد معاها. لكن لبنى الموضوع بقى أوفر قوي، وبقت حاسة إن في حاجة غلط بتحصل من وراها. السلام عليكم، إزيك يا لبنى؟ مالك يا حبيبتي، مش قاعدة تحت ليه مع أمي وعبير بنت خالتي زي كل ليلة يعني؟ الحمد لله على السلامة يا زين. أظن يعني يا زين إن عبير بنت خالتك دي بقت ضيفة قليلة الأدب قوي، وكمان غير مرغوب فيها. هو في حد بيروح يزور التاني كل يوم؟ دي بتيجي من الصبح وتمشي آخر الليل، أو يمكن نقدر نقول إنها بتستناك توصلها. وبعدين يعني هي أصلا مش جايالي، هي جاية لوالدتك وجاية ليك يا زين. بقولك إيه، دخلت الست دي البيت كل يوم مش مريحاني ولا مطمناني. بقولك يا زين، أنا شايفة إن هي وأمك بخططوا الحاجة، وبصراحة ربنا الموضوع بقى أوفر قوي وباين كمان. أنت بتقولي إيه يا حبيبتي؟ هو أنت فاكرة يعني إنني ممكن أبص لعبير دي؟ لعلمك بقى، عبير دي طول عمرها جريئة وعينها ناطة منيها، وكل رجالة البلد عارفة كده، واتجوزت ورمت 3 صبيان لابوهم واتطلقت عشان تتجوز تاني. وصدقيني يا لبنى، واحدة زي دي اتفرط في عيالها أكيد هتفرط فيا في يوم من الأيام. عشانك دي يا حبيبتي أنا بقولك أنا مستحيل أبص لها. والمرة المليون يا لبنى أنا بقولك، أنا لو عايزة أتجوز عشان أخلف واد كنت اتجوزت من زمان وقلت لك كمان، ومحدش يقدر يعترض. لكن أنا يا حبيبتي بقولك ها، أنا بحبك وراضي، وراضي بنصيبي وبناتي عندي بالدنيا كلها. يلا بقى جهزيلي العشاء واني هنام، وانزل يقول العبير ان زين نام مش هيقدر يوصلها الليلة، خليها تروح ولا تعمل اي حاجة ولا حتى تخبط راسها في الحيطة. بجد يا زين ربنا يخليك لي يا حبيبي، انا عارفة يا حبيبي ان الصعايدة ناس جدعة وما يعجبهمش الكلام المايع والمايز ده، لكن عبير دي بصراحة ربنا اوفر قوي، وطلعت كمان من عاداتكم وتقاليدكم. بقولك يا حبيبي نام انت، وانا هنزل لها بقى واتصرف بمعرفتي. نزلت لبنى وهي فرحانة قوي، وعبير كانت جاهزة وفاكرة ان زين هينزل يوصلها. ايه يا ست لبنى، هو زين منزلش وراكي ليه عشان يوصلني؟ كيف كل ليلة؟ طب ده انا حتى كنت عايز امشي من بدري، بس خالتي هي اللي مسكت فيا وحلفت عليا اني لازم اتعشى معاكم. بقولك ايه يا عبير يا حبيبتي، حقك عليا، زين نام حكي منه تعبان قوي وقال لي انزل اقولك، اتصرفي انت بقى وروحي لوحدك. معلش يا حبيبتي لو كنت اقدر اخرج اوصلك كنت خرجت، انما انا يا حبيبتي ست محترمه ما ينفعش اخرج من بيتي بعد اذان المغرب ابدا. ما اعرفش بصراحه ربنا انت ازاي امك سايباكي بره لحد دلوقتي. واه بقى كده، بقولك ايه يا لبنى، انا يا حبيبتي بميت راجل واقدر امشي لحالي، ما انا قلت لك انا بنت رجاله ومخلفه رجاله. الا قولي لي صحيح، هو كل يوم والتاني حماتك تشتكي منيكي، هو تقول انك ما راضياش تفرحيها بالواد؟ بقول لك ايه يا لبنى،
انت غريبة في بلدنا، ما تعرفيش عاداتنا ولا تجاليدنا ولا سلونا. عشان اقولك بقى وفاهمك ورسيكي على الموضوع، الرجال عندينا يحبوا خلفة الصبيان، هو المرة اللي ما تخلفش الواد تفضل طول عمريها مزلولة، هو قريب ولا بعيد هيتجوز عليكي. اديني قلتلك هو خلصت ذمتي من ربنا. ما تخافيش يا حبيبتي وخلي نصايحك ليكي انتي. يلا بقى يا حبيبتي قبل ما تروحي بالليل متأخر واكلاب السكك تنتش في عرضك. انت بتقولي ايه يا بنتي يا لبنى؟ هي مرات ولدي يا جليله الحياه، انت ازاي تتكلمي مع ضيفتي بالطريقه دي؟ طب قسما عظما ما انت قاعده فيها ولا يتجوزها عليكي النهارده قبل بكره. وصوتهم عالي، دي تقول كلمه ودي ترد عليها، لدرجه ان زين سمع صوتهم ونزل يجري. اول ما امه شافته اتشحتفت وعيطت وقربت منه. تعالى يا ولدي تعالى يا ولدي شوف مكسوفة الرقبة، أم لسان متلفعة بيك في الحية، مرتك المصروية جاليه بتشتمني وتشتم عبير بنت خالتك المؤدبة المتربية. شفت يا ولدي ده حتى عبير مرضيتش تنطق ولا تتكلم إلا لما أنت تيجي عشان تجيب لها حقها. أمك عنديها حق يا زين يا ود خالتي، مرتك بهدلتني وشتمتني، هواني وحياتك ما فتحت حنكي ولا تكلمت. حكم انت عارفني مؤدبة ومتربية وبستحي، والغلطة ما تخرجش من خشمي واصل. شفت يا زين شفت الفرق بين الرباية، بين رباية الصعايدة ورباية مصر. بقول لك ايه يا زين، قاسما عظما وراس ابويا في تربته، مرتك ما قاعدة فيها الليلة كمان، لأما تنقاني إلا ههجي من البيت وأمشي في بلاد الله الواسعة وركبك العار من ساسك لراسك. وقول أم الزين مرته طفشتها وما طلعش راجل ولا قدر يحافظ على كرامة أمه واصل. هلا يا حماتي خليك أنت يا أختي في بيتك وخلي بنت أختك تنفعك، أنا اللي همشي وهروح بيت خالي يا زين وهاخد بناتي معايا، ولو كنت عايزني انت عارف طريقي كويس، ولو عايزني يا زين افضل على ذمتك يبقى تجيب لي شقه في مصر بعيد عن امك وبنات خالتك اللي عايزين يتجوزوا اي راجل والسلام، ومش مهم عندهم خراب البيوت. وبالفعل راحت لبنى لمت هدومها وخدت بناتها وطلبت تاكسي يجي لها مخصوص ونزلت على مصر في عز الليل. اما زين طلع شقته وقفل على نفسه، لا رضي يوصل عبير ولا رضي يرد على امه. هو تاني يوم لبنى كانت في مصر في بيت خالها وراح لها زين وقال: بقول لك ايه يا بنت الناس، انا جاي اعيش معاك هنا وهاخد لك شقه كمان، انا بحق ربنا شايف انك مظلومه في قعدتك مع امي، امي انا اللي هخدمها ولا اجيب لها خدامه كمان تخدمها، لكن انت وبناتي لازما تفضلوا معززين مكرمين. وصدقيني يا بنت الناس أنا لعمري فكرت أتجوز عليكي ولا الموضوع دي جاي في دماغي خالص. بقول لك إيه يا لبنى، من النهاردة ورايح تدوري على أحسن شقة في مصر عشان تعيشي فيها، وأنا هبقى ما بينك وما بين والدتي. ربنا يخليك لينا يا زين، بس صدقني يا زين أنا مش هزعل لو بيتت كل ليلة كمان مع والدتك، ولو عايز تتجوز يا زين صدقني أنا مش هزعل، ده حقك هو أنا موافقة، وعارفة كمان إنك حتى لو اتجوزت عليا عمرك ما هتظلمني ولا هتظلم بناتي. لا يا حبيبتي أنا لا هتجوز عليكي ولا هظلم حد. طب داني لو اتجوزت عليكي يا لبنى هكون بظلم الجديدة. بقولك إيه، أنا هفضل معاك النهاردة وبكرة هبات مع أمي. يلا يا حبيبتي جهزينا لبنى بقى، حكماني واجع من الجوع وبيتيني ليلة امبارح من غير عشاء. هو مر على الحال ده أكتر من أسبوعين، زين كان زعلان جدا من أمه ورفض إنه ينفذ كلامها ولا يتجوز عبير، علشان كده الأم كمان زعلت منه ورفضت إنها تاكل أي حاجة من إيده. عدى أسبوع والحاجة أم زين قاعدة لوحدها، لدرجة إنها بعتت لعبير علشان تيجي تخدمها. عبير أول ما جت: عايزة إيه يا خالتي؟ ما خلاص الجوازة خربت وباظت، والمحروس ولدك قاعد في مصر تحت ايد الست لبنى، عايزة مني ايه دلوقت؟ هي بنتي هي بنتي انا قاعدة ما لاقيهاش اللقمة ومش لاقي حد يخدمني، قلت اشيعلك تيجي تنظف البيت وتعملي لي لقمة كلها. ما انت خابرة ماليش بيت
واللي كانت بتخدمني غضبت ومشيت بسببك يا عبير. يا بنتي يا بنتي اسمعي كلامي، اعملي لي لقمة وبإذن الله بكرة زين يرجع لعقله ويتجوزك. هلا يا خالتي، زين ولدك ده من الرجالة اللي تحب مرة واحدة. بقول لك ايه، ما انت خابرة وعارفة اني اعرف الراجل من اول نظرة، وبصراحة ربنا اني طلعته من حساباتي. اني ما حبش اضيع وقتي مع واحد كيف زين ده. وانت يا خالتي شوفي لك واحدة يا اختي تخدمك بفلوس، اني مش خدامة ليكي ولا لغيرك. هو اني كنت خدمت امي لما اخدمك يا خالتي، فوتك بعافية. هيخص عليكي هيخص عليكي يا خلفة الشوم والندامة، قلواني اللي كنت عايزة اجوزك الود الحيلة. صحيح داني دلوك اللي هيتفوا على قبري. هيخص عليكي بت، هيخص عليكي يا خلفة الشوم والندامة، شكلك ده ورطت روحي ورطة ما يعلم بيها غير ربنا. بتمر الأيام والحاجة حميدة أم زين حالتها بتسوق يوم ورا يوم. هو بعد كم يوم كان زين راجع لأمه عشان يطمن عليها، لقاها تعبانة جدا، فضل قاعد معاها طول اليوم وكلم لبنى وقال لها ان امه تعبانة وهيفضل قاعد معاها يومين ثلاثة. بقول لك ايه يا زين يا ولدي، انا عرفت غلطي وعرفت اني ما كانش ينفع اعمل اللي عملته ده خالص. كل قصدي بس اني كنت عايزاك تتجوز وتتهنى وتجيب الواد اللي يشيل اسمك ويبقى سندك، لكن ان جيت للحق يا ولدي انا دلوقتي بس عرفت قيمة خلفة البنات. لو كان عندي بنت كان زمانها هي اللي بتودني وتشيلني في رقدتي دي وهي اللي بتساعدني كمان، لكن نقول ايه عرفت الموضوع ده متأخر قوي يا ولدي. هلا يما مش متأخر ولا حاجة، انا هخدمك وعناية ليكي كمان، وهخلي البنات يجي يخدموكي كمان، دول بناتي وانتي مهما كان اللي مربياهو. لا يا ولدي، هي مرتك برضك بعد كل اللي عملته فيها والمعايرة اللي كنت بعايرها لها، معقولة برضك هتيجي تطل في وشي تاني؟ ولسه الحاجة ما كملتش كلامها لقوا لبنى والبنات داخلين عليها. ألف سلام عليك يا حماتي، إيه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طب ده أنا بنتك وعشت العمر تحت رجليكي، وبناتي طبعا بناتك وانت اللي مربياهم وليكي حق فيهم كمان. يلا يا بنات شفتوا البيت متبهدل ازاي؟ انا عايزه في خلال نص ساعه البيت ده يبقى بيبرق زي ما انا معوداكو. وانا حالا يا حماتي هدخل اعملك فرخه شمرت تردي بيها قلبك، بقالك كتير قوي تعبانه. يا حبيبتي يا بنتي حمد لله على سلامتك، والله العظيم البيت كان كيف القبر، ملوش حس من غيركم، نورت البيت ونورت البلد كلها يا لبنى. حقك عليا يا بنتي، سامحيني لو اني عارفه ان اللي عملته فيكي لا يمكن تسامحيني فيه واصل. لا يا حماتي انت بتقولي ايه، طب ده انت امي وامك جوزي كمان وحبيبي وجدة البنات، من النهارده مش عايزين الموضوع ده يتفتح ابدا، وباذن الله ربنا يعوضنا خير في البنات ونشوفهم احسن ناس في الدنيا. اتعلمت الحاجة حميدة ان ربنا بيكرم بخلفة البنات والولاد، بس اهم حاجة هي التربية الصالحة، اهم من كون الخلفة ولد ولا بنت. واتعلمت كمان ان مرات ابنها زي بنتها، المهم انها تعاملها بما يرضي الله، ومرات ابنها دي كانت رزق ليها. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، والف شكر للمبدعة ريهام بدوي، دمتم في حفظ الله.